أهلا بكم من جديد. إذن هناك علاقات ممتدة بين الجانب المصري والياباني، علاقات سياسية، علاقات اقتصادية، ولكن أيضا الجانب الثقافي والفني في العلاقات وجانب ممتد حتى هذه اللحظة. تأتي زيارة رئيس الوزراء الياباني إلى المنطقة وإلى مصر في بداية جولة أفريقية في ظل أحداث يعني جسام يمر بها العالم وتغيرات دولية وإعادة ترتيب للأوراق والأوضاع في العالم. ما الذي يعنيه رفع العلاقات بين مصر واليابان إلى مستوى الشراكة الاستراتيجية، وما هي آفاق التعاون المستقبلي؟ كل هذه الأسئلة نطرحها على ضيفنا الكريم في هذه الوقفة الأستاذ أحمد سليمان، الباحث في مركز الشؤون اليابانية بجامعة القاهرة وأيضا الباحث في الشؤون الآسيوية بجامعة الزقازيق. أهلا بك. أهلا بحضرتك أستاذة دينا وأهلا بمشاهديك الكرام. أهلا بحضرتك. يعني نتوقف عند توقيت هذه الزيارة، القاهرة من بعدها جولة إفريقية في ظل يعني توقيت ربما مهم جدا على مستوى العالم. نعم. بداية يعني دعيني أشير إلى أن العلاقات زي ما حضرتك أشرت في المقدمة، العلاقات بين مصر واليابان علاقات تاريخية تعود بالتحديد إلى يعني أول لقاء مباشر إلى 161 سنة بالتحديد سنة 1862، وبيعكس ذلك أو بيرمز إليه صورة بيحتفظ بها كل من يهتم بالعلاقات مع مصر، بداية من رئيس الوزراء إلى السفراء اليابانيين الذين يأتون إلى القاهرة. وأنا شاهدت ذلك من خلال لقاءاتي المتعددة معهم. هذه الصورة يبدو فيها حوالي 30 من رجال الساموراي اليابانيين كانوا قد زاروا مصر في عام 1862 هكذا تقول السجلات، وأخذوا هذه الصورة مع خلفية الأهرام وأبو الهول عند مرورهم وزيارتهم العابرة لمصر. رغم أن ليست هناك تفاصيل كثيرة عن هذه الزيارة، ولكن قيل أنه هذه الزيارة كانت يعني هؤلاء كانوا موفدون من اليابان وكانوا يهتمون بالتعاون مع مصر والاطلاع على النهضة المصرية في ذلك الحين، ثم عبروا بعد ذلك إلى أماكن أخرى ربما ذهبوا إلى أوروبا. بعد ذلك تطورت هذه الصورة أو هذا الرمز يعتز به اليابانيون ودائما يتحدثون عنه. العلاقات تطورت في العصر الحديث حتى وصلنا إلى 1922 عندما اعترفت اليابان باستقلال مصر. بعدها استمرت العلاقة وأقامت افتتحت اليابان مكتبا لها ممثلا لها في مصر، ثم أغلق مؤقتا بعد الحرب العالمية الثانية. طبعا اليابان هزمت في الحرب العالمية الثانية، عيد الافتتاح، ثم يعني تم ترقية هذا المركز إلى درجة السفارة في الخمسينات، في بداية الخمسينات، وافتتحت أيضا السفارة المصرية في العاصمة طوكيو. مرت العلاقات بين مصر واليابان حتى يومنا هذا بدون شوائب وبدون عراقيل، لأنه لم تحدث أي عداوات بين مصر واليابان، ولكن كل العلاقات علاقات طيبة من الجوانب السياسية أو الاقتصادية. هناك كثير من المحطات ربما إذا أتيحت لنا الفرصة في الوقت أن احنا نتحدث عنها، ولكن أتوجه مباشرة إلى الإجابة على سؤال حضرتك. التوقيت. نعم. التوقيت مهم جدا. اليابانيون ينظرون إلى هذا التوقيت باعتباره مهما من نواحي عدة. هذه الزيارة هي الأولى لرئيس الوزراء فوميو كيشيدا أو كيشيدا فوميو كما يسمونه في اليابان، والأولى لرئيس وزراء ياباني لمصر منذ عام 2015. 2015 كان قد زار مصر الراحل رئيس الوزراء شينزو أبي، ثم تلا بعد ذلك زيارة الرئيس عبد الفتاح السيسي في 2016 لليابان، وتبادل البلدان العديد من اللقاءات على مستويات عديدة ووزارية وعديدة. لكن هذه الزيارة تأتي بعد سنوات من التوقف على مستوى القمة في هذه الزيارات. هذه الزيارة تأتي أيضا في وقت يشهد فيه العالم الكثير من المشكلات. صحيح. بعد كورونا جاءت أزمة الحرب في أوكرانيا، ثم الآن نجد المشكلة السودانية في السودان. طيب يعني نعم. هنتحدث عن البعد الإفريقي نبدأ به. يعني هي رئيس الوزراء الياباني جاء إلى القاهرة نعم. في بداية جولة إفريقية، وفي وقت بدأت فيه الأزمة في السودان، هي أزمة تشد انتباه الجميع لأنها تنذر ربما بتداعيات خطيرة جدا على المنطقة. ما الذي يعنيه البعد الإفريقي وهذه الزيارة تحديدا في هذا الملف بالنسبة لرئيس الوزراء الياباني؟ طيب هرجع للبعد الإفريقي بس لو سمحتي لي بالنسبة للتوقيت مرة أخرى. يعني بالإضافة إلى أوكرانيا، لماذا أوكرانيا؟ لأنه هو يسعى لكسب الدور الفعال والمركز الفعال بالنسبة لمصر كمركز إقليمي أو دولي لاعب دور إيجابي يساعد اليابان في موقفها الدولي. يرنو ويسعى للحصول على جهود مصر بالنسبة لمركزها، وهذا ما أكده رئيس الوزراء. هو يعلم مدى الدور المحوري لمصر وللقيادة المصرية في المنطقة وعلى الصعيد العالمي، وبالنسبة للمشكلة السودانية هي الأقدر على لاعب دور إيجابي لحل هذه الأزمة التي تؤرق العالم جميعا. رئيس الوزراء أيضا يأتي هذه المرة وقبل أقل من 3 أسابيع على مؤتمر قمة الدول السبع الصناعية الكبرى التي تستضيفها اليابان في مدينة هيروشيما في الغرب في 19 من شهر مايو. البعد الإفريقي لو نظرنا إلى الدول التي اختارها رئيس الوزراء لزيارته هذه المرة نجد أنها 4 دول. مصر في أقصى شمال إفريقيا، كينيا وغانا في أقصى الشرق والغرب، ثم موزمبيق في أقصى الجنوب. إذن هو اختار يعني كأنه جولة يعني في تدور حول إفريقيا. رغم صعوبة هذه الجولة ورغم آلاف الكيلومترات التي يقطعها رئيس الوزراء، ولكنه أراد أن يؤكد أن اليابان عينها على القارة الإفريقية، تهتم بالتنمية الإفريقية وعلى استعداد لأن تقيم شراكة استراتيجية مع أكبر دولة إفريقية وهي مصر. طيب هل ترى اليابان ربما أنها تأخرت قليلا في التواجد في إفريقيا وأن هناك دول قد سبقتها في ذلك؟ هل يعتبر هذا من ضمن محركات التوجه الياباني؟ لا شك أنه اليابان أحست بذلك، وهي تتنافس الآن كما بالحال بالنسبة للولايات المتحدة الأمريكية بعد التقدم الصيني الكبير في القارة الإفريقية. وإذا نظرنا إلى الكثير من الأرقام هي التي تعبر عن نفسها، تأخر اليابان في التعاون مع القارة الإفريقية واضح جدا من خلال الأرقام، سواء التبادل التجاري أو التبادل الاستثماري أو الاستثمارات اليابانية في هذه الدول لا ترقى إلى 10 ما وصلت إليه الصين. لأنه إذا نظرنا للتبادل التجاري، حجم التبادل التجاري الصيني مع القارة الإفريقية يتجاوز $300 مليار، في حين يبقى محدودا ب30 تقريبا، يعني أقل أو أكثر قليلا ب$1 مليار بالنسبة للقارة الإفريقية. وبالتالي اليابان تأخرت بالفعل، وهي تريد الآن أن تلحق ما فاتها ربما من موقف. طيب مصر بالنسبة لليابان طبعا هي قلب المنطقة العربية، هي بوابة إفريقيا أيضا. طيب. تحدث اليوم رئيس الوزراء أمام الجامعة العربية على مستوى المندوبين عن الرغبة في عقد نسخة أخرى من القمة الاقتصادية العربية اليابانية. إذن العرب أو المنطقة العربية اقتصاديا بالنسبة لليابان ماذا تمثل من أهمية؟ وأنا يمكن أن تمر لنا سريعا على حجم التجارة اليابانية المصرية والعربية أيضا في المنطقة. يعني هذا مرتبط أيضا بموقع مصر. إذن عندما يزور مصر هو لا يأتي للعلاقات الثنائية فقط، ولكن أنا تابعت ما ذكره رئيس الوزراء بالمناسبة قبيل أيام من بداية جولته. وماذا قال عندما سئل؟ وماذا قال المتحدث باسم مجلس الوزراء هناك؟ ماذا ينوي رئيس الوزراء أن يفعله؟ لأنه يعني من أساليب البحث لابد أن نستقرئ ما يفكر فيه رئيس الوزراء. الذهنية اليابانية نعم. صحيح. فهو يأتي وفي ذهنه أن مصر لديها دوران أو 3 أدوار. دور العلاقات الثنائية الدور العربي المصري الإفريقي، الدور المصري العربي في التعاون مع اليابان، الدور الياباني الدولي. إذن هو يعني يأمل في أن تلعب مصر دورا على كل هذه الأصعدة. العلاقات الثنائية معروف أنها يعني علاقات ممتازة سياسيا، وإن كانت العلاقات الاقتصادية اللي حضرتك سألتين عنها لا ترقى أبدا إلى درجة هذه العلاقات المتميزة سياسيا بين قيادات وشعبي البلدين. ولذلك جاءت ربما الاتفاق الخاص بالشراكة الاستراتيجية. بالنسبة للعلاقات التجارية حضرتك صحيح يعني اسمح لنا بس لأنه جاء موعد موجز الأنباء نستكمل هذه النقطة بعد موجز الأنباء مشاهدينا بعد الفاصل معك. شكرا لك شيرين على هذه المتابعة الإخبارية، ونستأنف حوارنا مع الأستاذ أحمد سليمان. أستاذ أحمد، قبل موجز الأنباء كنا نتحدث يعني أو سنبدأ الحديث بلغة الأرقام عن مستوى العلاقات الاقتصادية والتجارية بين مصر واليابان. تفضل. يعني هو دائما عندما نتحدث عن الاقتصاد لابد أن نتحدث بالأرقام لأنه هذه التي تعكس الواقع. قلنا أن العلاقات السياسية ممتازة على مستوى القيادات والشعبين، ولكن العلاقات الاقتصادية ما زالت دون هذا المستوى، لابد تحتاج إلى مزيد من الجهود من جانب رجال الأعمال والشركات والأفراد وما إلى ذلك. نجد أنه يعني آخر إحصاءات للميزان التجاري مثلا بين اليابان ومصر نجد أنه وصل إلى 1.8 مليار دولار قبل عامين، ثم للأسف تراجع ربما بتداعيات كورونا والحرب في أوكرانيا، تراجع إلى 1.2 مليار دولار. أيضا لأنه تحدثت عن الدول العربية منخفضة تماما، ومعظم هذه التجارة بين اليابان والدول العربية خاصة دول الخليج العربية تتمثل في الصادرات البترولية من دول الخليج، لأنه اليابان تعتمد على 75% تقريبا من وارداتها من البترول على دول الخليج خاصة المملكة العربية السعودية والإمارات. إذا نظرنا على الجانب الآخر نجد أنه حجم التجارة الميزان التجاري بين مصر والصين مثلا يتجاوز 15 مليار دولار. نجد أنه حجم التجارة العربية الصينية في مجملها تتجاوز 330 مليار دولار. إذن هناك فارق كبير بين التجارة مع اليابان أو التعاون الاقتصادي بشكل عام مع اليابان ومع الصين. اليابان تشعر بذلك وتريد عليها أن تبذل جهودا حثيثة من أجل تصحيح هذا الخلل، لأنه مطلوب جهود شجاعة من جانب رجال الأعمال والشركات اليابانية، لأنه ما زالت المعنويات والتفكير التجاري أو الاقتصادي الياباني يقف حجر عثرة دون ذلك، ولا يريد أن يقف عند حدود القارة الآسيوية. أستاذ أحمد لا يريد أن يتخطى، يعني المجازفة ليست في ثقافة الاستثمار الياباني، لا يريد أن يجازف كثيرا بالذهاب إلى دول كأفريقيا أو الشرق الأوسط، يذهب إلى الدول الآسيوية أو الدول الأوروبية أو الولايات المتحدة الأمريكية مثلا. طيب، بما أنه جئنا على ذكر الصين، يعني الحرب الروسية في أوكرانيا أو العملية العسكرية كما تسميها روسيا في أوكرانيا هي طبعا لم تقف تأثيراتها على حدود الجغرافية، لكن هي فيها إعادة ترتيب لأقطاب العالم وتوازنات القوى في العالم. هل ترى اليابان وغيرها من الدول في ذلك تنافسا جديدا أو صراعا اقتصاديا وسياسيا يزداد ويتنامى مع الصين على النفوذ في العالم كله؟ طيب، نقطة مهمة بس تتعلق بالتعاون العربي الياباني. حضرتك أشرت إلى زيارة رئيس الوزراء للجامعة العربية، وتحدث عن إحياء الحوار أو تنشيط الحوار العربي الياباني، وقال أنه يأمل في سبتمبر القادم أنه يكون في تنشيط أكبر، وبالتالي تنشيط يقصد به أيضا تنشيط العلاقات الاقتصادية والثقافية والتجارية، وهذا هو المأمول. بالنسبة للوضع في المشكلة أوكرانيا وموقف اليابان، اليابان تسير دائما في الخط الذي تسير فيه الدول الصناعية السبع خاصة الولايات المتحدة الأمريكية ولا تحيد عن ذلك، وهي تؤكد يعني أن القانون الدولي يجب أن يحترم، وأنها تحترم القانون الدولي، والمبدأ الأساسي عندها هو عدم اللجوء إلى القوة أو العنف لتغيير أي وضع راهن في العالم، وينبغي أن يتم التغيير أو الاتفاق على حل المنازعات عن طريق الحوار السلمي. ومن ثم هي تنسق مع الولايات المتحدة الأمريكية وتنسق مع حليفاتها في الدول الصناعية السابقة. طيب، وحضرتك قلت في البداية أيضا أنها جاءت إلى مصر برضه للتنسيق والتشاور فيما يتعلق بالأزمة الأوكرانية. صحيح. هي تريد من مصر يعني تعضيدا ربما لموقفها أو تفاهما بشأن الموقف الياباني من هذه الأزمة. ما الذي قصدته تحديدا؟ العقلية اليابانية كيف تنظر أو تخاف من هذه الأزمة؟ هو رئيس الوزراء الياباني قبل أن يأتي قال إنه يسعى لدور مصري لكسب الجهود المصرية الإيجابية في حل هذه الأزمة، وحل أيضا الأزمة التي استجدت بعد الحرب في السودان. فيما يتعلق بأزمة أوكرانيا كما يسمونها، الوضع يختلف من دولة إلى أخرى. نحن في مصر لدينا موقف مبدئي فيما يتعلق بالقضايا الدولية، احترام لسيادة الدول. مصر تعرف وقيادتها تعرف يعني ما هي المبادئ الرئيسية وتلتزم بهذه المبادئ، تلتزم بسيادة مصر، تلتزم بالعلاقات الطيبة مع كافة دول العالم، سياسة عدم الانحياز وعدم الخضوع لأي ضغوط، والحل السلمي في نفس الوقت. والحل السلمي طبعا في نفس الوقت. اليابان تعلم أن مصر تبذل جهودها لحل كل هذه المنازعات، تحاول عندما تستطيع أو تجد فرصة للتدخل لدى كافة الدول بطريق السلم لحل هذه المنازعات، ولكن الموقف الياباني يعني يختلف عن الدول الأخرى، حتى عن بعض الدول الأوروبية، في أنها تعلن أن بين قوسين الغزو الروسي ينبغي أن ينتهي بالنسبة لأوكرانيا، وتؤيد الولايات المتحدة الأمريكية وتؤيد الموقف الأمريكي والغربي في هذا الشأن. حتى رئيس الوزراء الياباني قام بزيارة كييف، ولكن الموقف المصري والموقف العربي يعني يعلم المبادئ التي يسير عليها فيما يتعلق بالقضايا الدولية، بالطبع لمصلحة الأمن القومي العربي والأمن القومي المصري. طيب، قمة الدول ال7 الصناعية الكبرى شهر مايو يعني، وهذه الجولة تأتي قبل أيام من انعقاد هذه القمة. ما الذي يعني يمكن أن تضيف هذه الجولة، التفاهمات التي جرت في القاهرة، لما ستقدمه اليابان أيضا خلال هذه القمة؟ أعتقد أن الوضع الأمر المحوري هنا هو مسألة التنمية الإفريقية. اليابان استحدثت في عام 1993 ما سمي بمؤتمر أو منبر التيكاد، وهو اختصار لمؤتمر طوكيو الدولي للتنمية الإفريقية، يعني TICAD. هذا المنبر من 1993 عقدت العديد من الدورات، وهو يجمع بينه يعني تقريبا كافة المنظمات العالمية، البنك الدولي ومنظمة الأمم المتحدة وبرنامج الأمم المتحدة للأغذية وما إلى ذلك، بالإضافة إلى دول آسيوية فعالة والدول الإفريقية والقيادات الإفريقية. يعقد على مستوى القمة لدراسة أسلوب مساعدة الدول النامية أو الدول الأفريقية بالتحديد طبعا فيما يتعلق بالمساعدات الفنية والمساعدات أيضا المالية أو الاقتصادية. عقد على مدى سنوات العديد من الدورات، ولكن هناك يعني عدم رضا من جانب العديد من الدول الأفريقية عن الإنجازات، مدى ما تم إنجازه في الدورات السابقة. اليابان تشعر بذلك، ولذلك هذا من الموضوعات الرئيسية التي ستطرحها اليابان على مجموعة الدول ال7 الكبرى في هيروشيما، ومن المنتظر أن تناقش هذا. المطلوب ماذا؟ مطلوب أن تقدم هذه الدول بالتعاون مع اليابان يعني برنامجا طموحا يعني يواجه أو يضارع إذا جاز التعبير ما تقدمه الصين إذا أرادت أن تحصل على المكاسب من الدول الإفريقية، ويعني تستدرج ما فات من تعاون. طيب احنا يعني قبل ان نختم الحوار نتوقف مع نقاط مهمه تخص العلاقات بين مصر واليابان. اولا، ما الذي يعنيه رفع مستوى العلاقات بين البلدين لمستوى الشراكه الاستراتيجيه؟ يعني قلنا ان هناك تعاون وعلاقات من الود والصداقه والتنسيق السياسي والاقتصادي الى اخره، لكن الشراكه الاستراتيجيه ماذا تعني؟ هذا سؤال جيد أستاذة دينا. لماذا؟ لأنه هناك تحالف، هناك تعاون بين الدول، ولكن الشراكة الاستراتيجية نعلم أنه يعني اتجاه ظهر حديثا، خاصة بعد ضعف العولمة وتراجع تيار العولمة في العالم. الشراكة الاستراتيجية أساسا بين الشركات والتعاون واستخدام الموارد والخبرات الفنية من جانب شركتين مثلا للاستفادة والكسب المشترك بين الجانبين. بين الدول ينبغي الشراكة الاستراتيجية تتم في التعاون والتنسيق في القضايا الدولية، في تطوير القدرات، في استخدام الموارد والخبرات الفنية من هذه الدولة إلى وهذه الدولة بالتعاون بين الجانبين من أجل الكسب المشترك ومن أجل أن يعود المردود النهائي اقتصاديا وعلميا أيضا على كلتي الدولتين، بالإضافة طبعا للتنسيق في المواقف الدولية في المحافل الدولية وما إلى ذلك. رئيس الوزراء الياباني أكد أنه اتفق مع الرئيس السيسي، رئيس أكد أنه اتفق مع رئيس الوزراء الياباني على هذا الاتجاه، أن تكون الشراكة الاستراتيجية بينهما. والمهم أيضا في الشراكة الاستراتيجية أن تكون على قدم وساق بين طرفين متكافئين، ليس اتجاه واحد بتقديم مساعدات وما إلى ذلك، لا، لابد أن يكون تعاونا متكافئا بين طرفين متكافئين. وهذا تأكيد من جانب اليابان على أنها ترى في مصر طرفا مكافئا ومساويا وجديرا بأن تقام معه شراكة بهذا الحد. نعم. الشراكة الاستراتيجية أيضا موضوع مهم جدا. مصر في السنوات الأخيرة أقامت عدة شراكات استراتيجية في الشرق والغرب ويعني في القارة الآسيوية مع الصين واليابان والهند وما إلى ذلك، وفي الغرب أيضا مع دول أخرى، وهذا اتجاه يعني واضح من جانب القيادة المصرية. طيب، عن الثقافة اليابانية يعني نلمسها في أشياء كثيرة. نحن كمصريين نرى البصمة اليابانية حتى في بعض المباني الثقافية المهمة هنا في مصر. أيضا نعلم أن اليابان تشارك في الخطوط القادمة في مترو الأنفاق. يعني هذا جانب آخر يتعلق ربما بقضية النقل والمواصلات. نعم. تحدثنا داي عن هذه النقاط. هذه نقطة مهمة. لماذا؟ لأنه إذا تحدثنا عن الطموحات الكبيرة لتنمية العلاقات الاقتصادية، الاستثمارات المباشرة، هذا يرتبط طبعا بالجانب الثقافي اللي حضرتك أشرت إليه. العلاقات الاقتصادية والاستثمارات المباشرة اليابانية في مصر أيضا ما زالت منخفضة جدا، وصلت ل 37 مليون دولار حسب الإحصاءات اليابانية الرسمية، بينما نجدها بتتجاوز 2 مليار دولار بالنسبة للصين. هم يشعرون بذلك. طيب، إذا كانت العلاقات الثقافية والتراثية والشعبية بين مصر واليابان ممتازة، والشعب الياباني والشعب المصري يعني قريبان من بعضهما البعض، يكفي أن نعرف أن الشاعر حافظ إبراهيم كتب قصيدة عن اليابانية، الفتاة اليابانية، في 1905 عندما انتصرت اليابان في الحرب مع روسيا، وأسماها غادة اليابان. هم يعتبرون هذه أيضا من رموز الصداقة مع الشعبين. نعم. من رموز الصداقة أيضا والرموز التي تؤكد التعاون الثقافي أنه الأوبرا التي بنتها القاهرة. نعم. هناك كوبري السلام، هناك مستشفى أبو الريش، هناك الخط الرابع لمترو الأنفاق. هناك رموز لهذه الصداقة والكثير من الرموز الأخرى، يعني من الأطباء ومن اللاعبين، حتى يعني أذكر في ذلك طبعا لاعب الجودو المصري الشهير، نعم، محمد رشوان. نعم، الذي يعرفه كل اليابانيين لأنه في اللفتة التي فعلها عندما كان يلعب مع لاعب ياباني، وعندما أصيب هذا اللاعب الياباني لم يرد أن كان يستطيع أن يهزمه يعني. نعم. وشعر اليابانيين بمدى يعني أخلاق هذا اللاعب الكريم. هناك الكثير من الأشياء أيضا، يعني عالم المصريات يوشيمورا ساكجي يوشيمورا الذي اكتشف مركب الشمس الثانية في مصر. كل هذه الرموز يهتم بها اليابانيون، ومن ثم بقي على رجال الأعمال وبقي على الشركات أن تبحث عن العراقيل التي تحول دون تطوير هذه العلاقات الثقافية وهذه صحيح العلاقات طالما أن الأرض ممهدة يعني وأن الرغبة موجودة. نعم، بشكرك شكرا جزيلا الأستاذ أحمد سليمان، الباحث في مركز الشؤون اليابانية بجامعة القاهرة وأيضا الباحث في الشؤون الآسيوية بجامعة الزقازيق، على وجودك معنا في هذا الحوار. كل هذا الشرح المبسط ومتعدد الأبعاد لطبيعة العلاقة المصرية اليابانية، شكرا جزيلا لحضرتك. شكرا. مستمرون معكم مشاهدينا في هذه الحلقة من القاهرة. بعد هذا التقرير نتوقف مع حوارنا الآخر حول الجولة التي قام بها رئيس الوزراء مصطفى مدبولي في مدينة العبور اليوم، وبعض التصريحات المهمة والتطمينات ربما للمجتمع المصري حول البعد الاقتصادي، عن حتى المحاصيل الزراعية، تطمينات بالنسبة للمزارعين المصريين وما يتعلق بالمصانع الحربية وغيرها من النقاط التي نتحدث عنها تفصيلا بعد هذا التقرير.